مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنتكلم عن الفنانة عبلة كامل، وهنتعرف على اسمها بالكامل وتاريخ ميلادها وعمرها الآن ومشوارها الفني، وهنكشف ليكم عن الظهور الأول لبناتها وعدد أزواجها. بس قبل نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. الفنانة عبلة كامل اسمها بالكامل عبلة كامل محمد عفيفي، اتولدت في 17 سبتمبر سنة 1960 في محافظة البحيرة، وعمرها دلوقتي 60 سنة. اتخرجت الفنانة عبلة كامل من كلية الآداب سنة 1984، وبدأت حياتها الفنية في مسرح الطليعة، وكان أول أعمالها مشاركتها مع الفنان محمد صبحي في مسرحية وجهة نظر. اتعرف عنها إن هي بتختار أعمالها بدقة، مش بترضى إلا بالأعمال المميزة، وعرفها الجمهور من خلال فيلم وداعا ليوسف شاهين، وحبها الجمهور اكتر بعد نجاحها في مسلسل لن اعيش في جلباب ابي مع الفنان نور الشريف. ومن اهم الافلام اللي شاركت فيها الفنانه عبله كامل فيلم سيداتي انساتي مع الفنان محمود عبد العزيز سنه 1989، وفيلم سواق الهانم مع الفنان احمد زكي سنه 1994، وفيلم الليمبي مع الفنان محمد سعد سنه 2002، وكمان فيلم خالتي فرنسا مع الفنانه منى زكي سنه 2004، وفيلم عوده الندله مع الفنان عزت ابو عوف سنة 2006. وأما عن المسلسلات اللي شاركت فيها الفنانة عبلة كامل، مسلسل الشهد والدموع سنة 1985، ومسلسل ليالي الحلمية، ومسلسل المال والبنون سنة 1992، ومسلسل لن أعيش في جلباب أبي سنة 1996، ومسلسل سلسال الدم سنة 2013. وأما عن حياتها الأسرية وعدد أزواجها، فهي اتجوزت من المخرج والممثل أحمد كمال، وأنجبت منه بنتين توأم وهما زينب وفاطمة سنة 1986. وبعد انفصالها عن أحمد كمال سنة 2003 اتجوزت للمرة الثانية من الفنان محمود الجندي، إلا أن جوازها ده ما استمرش، وأعلنوا انفصالهم بعد أقل من سنتين سنة 2005. وبعد كده ارتدت الحجاب بس ما توقفتش عن التمثيل، إلا أن نشاطها الفني قل، وبقى ظهورها في الغالب في المسلسلات التلفزيونية. ومن فترة قليلة انتشرت صور جديدة لبنات الفنانة عبلة كامل زينب وفاطمة على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، والحقيقة صور بنات عبلة كامل نالت اعجاب الجمهور بشكل كبير، خصوصا ان ده يعتبر الظهور الاول ليهم. والجدير بالذكر ان زينب بنت الفنان عبلة كامل متجوزة من شخص اجنبي وعايشة معاه في مدينة دهب، واما بنتها التانية فاطمة فهي مقيمة في احدى مناطق القاهرة وبتشتغل في احدى الجهات المتخصصة في مجال التغذية الصحية. فيديو حكاية النهاردة خلص، بس لسه حكاياتنا ما خلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو اول مرة بتشوفنا، علشان يوصلك كل جديد على قناة حكايات النجوم.